السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبارة عن تروما بعد المستكتومي. زي ما احنا شايفين في الفيديو، طبعا السيرس فلويد حصل له اكيوميليشن في السيت اوف اوبريشن. بننظف طبعا، بنشيل السوائل دي كلها ونطهر ونحط درين، وبعدها ان شاء الله الامور بتظبط. ده فيديو بسيط كده عن واحدة من الكومبليكيشنز بتاعت الماستكتومي في سمول رومنانت. طبعا بيكون في انفلاميشن، وهنا طبعا زي ما احنا شايفين الحمد لله مفيش بص ولا كلام زي كده، لكن المشكلة كلها في سروما او في التجمع السبس فلويد.